أستاذ إبراهيم، خليني أسأل حضرتك على شيء برضو مهم، فكرة إزاي تطرق القانون للتعامل مع كبير السن في إطار الأسرة نفسها، يعني مش لازم نتكلم على داخل دار إيواء ولا في الأماكن العامة، داخل الأسرة القانون يتكلم على العلاقة دي إزاي؟ يفعل أستاذك على حاجة، مهما كان في نصوص من القانون بترتب تنظم العلاقة بين أفراد الأسرة، لا، العلاقة بين أفراد الأسرة لابد تكون نابعة من جوه الأسرة نفسها. طبعاً ده شيء مفروغ منه يعني. هنعمل قوانين، مهما هنعمل من قوانين إن ما كانتش في إعداد وتربية من قلب البيت نفسه ومن دور العبادة، بتعلم الأطفال من صغرهم يعني إيه كبير السن، يعني إيه نحترمه إزاي، نتعامل معاه إزاي، أي نصوص قانون هتطلع مش هتنفع تتعامل. فخلينا في الجزئية دي بالذات نتكلم على إيه الإعداد من البداية للطفل، يبقى عارف يعني إيه مسن، يعني ايه راجل كبير السن. كل الاديان بتحض على ان احترام الكبير. طب حضرتك شايف ده ممكن يحصل ازاي، فكره الاعداد من البيت ودور العباده، مش عايز اقوله المدرسه، لان اذا ما تمش ده في البيت وفي دور العباده المدرسه مش هتعرف تكمل. المدرسه بتكمل وراها، ما بتجهز، المدرسه بتاخد وتكمل. تكمل من خلال مواد تربويه، انما التربيه اليوميه بتبقى في المكانين دول. هي عام القانون نص على ان الزام الاسره برعايه كبير السن، الزمته انه لازم يراعي المأمون وما يقدرش يتهرب منها، الزمته بكده. طيب من كلام حضرتك وفكره التاهيل او ان احنا نتعامل مع هؤلاء الاشخاص بشكل كويس، اتكلموا على وسائل الاعلام وازاي تتناول يعني حياه كبير السن. حضرتك برضو اتكلم معانا في النقطه دي شويه، على فكره على التعليم، ان هيبقى في مناهج التعليم اللي حضرتك اتكلمت عليها. قانون قال الكلام ده، في مناهج التعليم هيبقى في دراسات خاصه للمعامله مع كبار السن، يعني هيبقى في المدارس في جزء اساسي للتعامل مع كبار السن، فقرات ده كمان في مناهج التعليم. بقول حضرتك هيتحط في مناهج التعليم حاجه تخص التعامل مع المسنين. احنا مش عايزينها تبقى شيء من باب الروتين ولا تحصيل خاص، احنا عايزينها تكون يعني فعلا بتتزرع بشكل صح. دي موجوده حتى احنا واحنا صغيرين كنا بندرس التعامل، ازاي تتعامل مع الكبير، ازاي تحترمه، هو موجوده في القانون وهيدخلها في المناهج التعليميه. تمام. فكره بقى الدراما او وسائل الاعلام ازاي بتتناول كبار السن، وهل يعني بعد هذا القانون نقدر نطلعهم بأي شكل، يعني شكل يكون مهين مثلا، أو إن هو بيقلل من مكانتهم، أو إن هو بيطلعهم في حالة الخرف طول الوقت، أو إن هم بيضحك عليهم، يعني هل القانون بقى حد شوية هذه الأمور؟ هو القانون المفروض بيعمل على إنه هو بيعمل على الحد من هذه الأمور. هو ليه لجأ المشرع الدستوري في 2014؟ لأن حصل فجوة كبيرة جدا في التعامل الأسري بين الصغار والكبار، يعني زي ما نقول إيه، إن برضو بعض وسائل الإعلام بتعمل حاجات في الدراما نفسها بتسيء للكبير وبتسيء للصغير. بمعنى إن الصغير بيطلع ما بيحترمش أسرته، وبالتالي الكبير برضو ما بيبينش الاحترام ده للصغير، يعني في فجوة. الفجوة دي محتاجة بقى إن يبقى في مناهج تعليم، إن الدراما تتغير، إن الحاجات دي كلها تتعمل، والقانون قالها. بس زي ما احنا بنقول، قال ايه القانون؟ طب يهمنا نعرف القانون قال ايه بخصوص وسائل الاعلام والدراما. ما هو قال ان وسائل الاعلام يبقى في نشر وعي تعليمي ونشر وعي اعلامي، ان كمان المؤسسات الرعايه الاجتماعيه الجديده اللي هي هتنشا او اللي هتوفق اوضاعها لهذا الامر انها كمان تعمل ده. يعني معنى كده انت هتلاقي بوستر اعلان كبير قوي، واحد بيربي الصغير ده التيك توك الصيني، يعني الصيني حضرتك لو دخلت عليه على الفيسبوك بيعملوا رعاية أسرية مش موجودة في مجتمعنا الشرقي. يعني أنا ساعات بتفرج عليها، يجيب الأب بيحاول يعمل حاجة مش كويسة، الابن نفسه هو اللي بيقوله لا أنا جدي يبقى كويس، يعني أنا شفتها يعني. فعايز أقولك ليه ما تكونش موجودة حاجات زي كده في مصر، وإحنا أو إحنا كمجتمع شرقي وعربي المفروض ان هو يبقى الاولى بالكلام ده حضرتك. طبعاً. لان دي يعني اخلاقنا وعاداتنا بتحض على رعايه الكبير ورعايه الصغير في نفس الوقت.